احب ان انا ارحب وكلكم ترحبوا معايا بنجمة الغناء الفنانة الكبيرة عايدة الشاعر. وايضا فنانة عظيمة كبيرة يمكن ما سمعناهاش بقالنا فترة، ما شفناهاش بقالها فترة إلا من خلال الأفلام العظيمة اللي عملتها. يمكن بعضكم فاكر دويتو الشهير مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، واللي بقى اتأخرت ليه؟ أبدا يا روحي ما في التفقير. مين؟ رجاء عبدو. تعرفوا بعض اكيد طبعا، او سمعتوا بعض او شفتوا بعض طبعا. شفنا بعض. انا من المعجبات. الله يخليك. انا كمان والله اكتر. اسمع اغاني فنانة عايدة. طبعا بسمعها كلها. فنانة عايدة الشاعر، حضرتك يمكن يعني اول او يمكن من اشهر اغاني الفنانة رجاء عبده كانت الايه الايه البوسطجية. ايه ده انا معروفة ما مشهورة. من ايه البوسطجية؟ اشتكوا من كتر مراسيلي وعنيا لما بكوا دابت مناديلي. افندم يا هاني ده انت حضرتك فاكراها. تيجي معانا هنا؟ روح يا قمر على الحلو مسيلي. صح. طيب النغمة بتاعتها كانت سهلة قوي. انا عايز ايه يعني نقولها، هنقولها سوا، وهنخلي مين اللي يقولها معانا؟ عايدة الشاعر. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي وعينيا لما بس شرط هي بقى تغني كمان حاجة من ما انا بقى والله يا ريتني حافظة حاجة من حاجة. هنحفظها حالا حاجة من اغانيك. اتفضلي. شوفوا البوسطجية اشتكوا. طب حد يجي يساعدنا بقى منكم؟ وعينيا لما بكوا. مين انا هنا انا ما بقدرش اقول معايا. لا قولي انت معايا. قولي الطبقه بتاعتك اللي بتريحك. يلا. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي معانا وعيوني لما بكوا دابت مناديلي. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي وعنيا لما بكوا دابت مناديلي. روح يا قمر والنبي على الحلو مثيلي. الله برافو. طيب ايه من اغانيك تختاريها نقولها مادام رجاء تقولها؟ اه ده لازم إيه. انا والله مش عارفه. لا ده شو انت قولي. قولي واحد. عندك شفت العروسه في كيد العزال. ايوه اظن محدش يعني كده ما يعرفهاش دي. كيد العزال انا من يومي. ايوه كيد العزال انا من يومي. ايوه يا بنتي يا امو تطريحة. ايوه يا احلى من الموزه بريحه. ايوه عليك حته التسريحه وانا من يومي. يعني تحطاري مش قوي لكن يعني ايوه امشي حالي يعني مش اغلب. دي بقى ما عملتوهاش. ايوه. طب احنا هنشوف، انا نفسي يعني ان احنا نسمع ونشوف البوسطجية اشتكوا بالفنانة رجاء. وبعدين نسمع عايدة الشاعر في اغنية من اغانيها اللي هي تختارها.